ما الدروس التي نستفاد منها من شهر رمضان الفضيل؟ يعني نلاحظ حتى بأن الرئيس أردوغان يحاول أن ينقل تلك المعاني إلى شعبه في هذا الشهر الفضيل عبر مشاركته للإفطار مع إحدى الأسر المتوسطة الحال في مدينة إسطنبول. شوف سيد الفاضل، قبل أن نتكلم عن شهر رمضان، الرئيس رجب طيب أردوغان يعرف تماما بأن الشارع الإسلامي مصاب بخيبة أمل من عدم وجود قيادة إسلامية أو عربية. الآن لا توجد قيادة عربية تتصدى أو تبرز نفسها كقدوة من الناحية العربية وتظهر الكرامة العربية والشهامة العربية والقيم العربية الأصيلة. وكذلك عندنا ندرة جدا من الشخصيات الإسلامية في العالم الإسلامي، ما من هي تتصدى أمام الناس وتظهر نفسها وتعطي النموذج القيادي الإسلامي الرائع، إلا ما رحم ربك، وهم قلة قليلة. أنا ذكرت لك بعض الأسماء، لكن أرجع لرجب طيب أردوغان. هو يريد أن يوصل هذه الرسالة، يريد أن يوصل لأن فيه هناك قيادة إسلامية، إحنا الدنيا بخير والإسلام والصيام، وحتى الصور هذه يريد أن يعطي هذه المثال. يعني اليوم الإسلام بخير وفي قيادة إسلامية حريصة كل الحرص على الأمة الإسلامية. هو الرئيس رجب طيب أردوغان ما هو رئيس اليوم لتركيا، هو ملك أفئدة المسلمين في كل مكان في العالم. بصرف النظر حتى لو نختلف معاه في وجهات النظر السياسية في بعض الأقطار العربية، أمر طبيعي، إحنا لا نقدس أحد.